الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi caranya kami guru-guru akan bergile-gile baca dan yang lain pun baca sama-sama, cuma yang on mic kamilah cikgu-cikgunya ya. Jadi kita tak dengar macam bercampur-campur. Tapi semua baca sayang-sayang ya. Okay, semua dengar saya okey kan? Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita mula dengan Al-Baqarah, iaitu surah yang dinamakan sempena peristiwa anak lembu. Al-Baqarah tu anak lembu. Kalau jumpa cerita-cerita menarik nanti kita cerita eh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لمبات sangat ke macam tu؟ Nak laju sikit, nak cepat sikit ke, boleh maintain ke, macam mana? Cepat sikit je. Cepat sikit je. Okey. Orang kedua takut sebab mula-mula kan Al-Baqarah tu dah biasa kan. Okey, Oh, orang yeah. kedua Hajarlah mula ya. Tadi Hajar masuk dulu. Lepas ni Saidah, lepas ni lepas tu Komariah, lepas tu Nisha. Okey. Jom mula Hajar. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما من السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمد يمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا Saida, يبصرون. Saida. Ya. Saida, slow sikit. Laju sangat tu. Oh, lagi sangat. Okey, baik. Ah, laju. Lagi sekali ke? Terus. Boleh juga lagi sekali. Okay. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا
ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به. أوكي بوليه. Bolehkah banyak, bolehkah semua saya dah punya duit? Boleh ya? Boleh, Okay. boleh. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من Apa Saidah dah nak ujung tapi baru terbaca mesej perlahan sikit. okay. Slow sikit. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Gomariah. من الشيطان الرجيم. بسم الله Jauh suaranya, Gomariah. جو اوكي أعوذ Tutup kat بالله Cina من tu. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي كلير أستاذة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله، ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين يقومون عهد الله من بعد ميثاقه
يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Boleh dengar jelas tak? Boleh dengar jelas. Apa ni, Kamariah tadi boleh tahan laju juga. Nanti next round slowkan sikit lagi. Eh. Oh, you can. Minta maaf sudah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أمي اسمه بدي ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ambil daripada fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin wa qulna ya
بعد مسك أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Okay. Ayat ni tadi mula cerita tentang apa ni Allah mencipta Nabi Adam. Ya? Bila Allah cakap pada malaikat, aku nak mencipta untuk bumi ini seorang khalifah. Nabi Adam lah tu kan. Mula-mula apa malaikat punya reaction. Dia punya first reaction, dia bangkang pada Allah. Ya? Dia kata apa? Buat apa? Buat apa ni orang yang memerosakkan bumi. Dia kata sedangkan kami ni duk bertasbih padamu ya Allah kan. Habis tu, Allah kata aku tahu apa yang kamu tak tahu. Lepas tu dia ciptakan Adam, dia ajar semua nama-nama ni. Lepas tu bila dah siap Allah kata kat malaikat, beritahu aku semua nama benda-benda ni kalau kamu betul-betul benar lah kan. Dan malaikat kata, Maha Suci engkau ya Allah, kami tak tahu kalau engkau tak ajar kami, engkau yang Maha mengetahui ya. Lepas tu Allah suruh Nabi Adam sebutkan nama-nama semua ni dan Nabi Adam boleh menyebutnya. Dan malaikat pun berkata, inilah kan cakap akurlah pada Allah kan. Jadi bila Allah suruh semua sujud pada Nabi Adam, semuanya sujud kecuali Iblis. Dan lepas tu Allah cakap pada Nabi Adam, tinggallah kamu dan isterimu di syurga jannah ya. Dan makanlah apa saja dan jangan dekati pokok ini. Puan Faizah, Puan Faizah dia belajar Arab ya. Takroba ni kenapa ada bah? Sebab dia merujuk pada dua orang. Nabi Adam dan isterinya. Okey. Jadi itulah dia cerita masa penciptaan Nabi Adam. Okey, jom kita mula sambung pada ayat seterusnya, ayat 38. بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم
إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Okey, sedikit ceritanya dah masuk cerita tentang Nabi Musa masa dia berdakwah pada Bani Israel ya. Dan Bani Israel ni memang banyak songih kan, nak tu nak ni. Jadi Allah kata ingat segala nikmat yang Allah dah bagi kat kaum Bani Israel ni. Contohnya apa? Masa dia bermusafir, Allah bagi apa tu? Awan. Ghamam ni Allah berlindungkan dengan awan. Lepas tu Allah bagi apa? Manna wasalwa ya, burung puyuh dan apa salwa yang burung puyuh. Mana ni apa? Madu. Ya, saya dah. Madu kan? Dan Allah kata, makanlah apa-apa yang baik yang Allah telah rezekikan kepada kamu. Allah cakap pada Bani Israel. Okey, sambung saya dah. Slow sikit ya bacanya. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض
مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Aduh, Sultan Maria ada lagi ke? Dia dah, dah keluar. Dia ada Lagi. kelas kat college community ya? Ada? Ada, ada. Ah, okey. Baca satu page lagi lah ya. Okey. Okey. Lepas ni saya bersiap boleh Ustazah? Ah, ya. Lepas ni boleh keluar. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu walladhina hadu wan-nasara. Boleh Ustazah? Okey. والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم بهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. أوكي أستاذ كلاجون دي. أوكي. فوقكم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لكم كونوا okay, undur sikit belakang. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها وموعظة للمتقين. أنت دي. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فريد ولا بكر، ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة، إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Okey, sebelum ni Syai, cerita page ni cerita dah mula masuk cerita tentang tajuk surah ni iaitu Al-Baqarah. Bila Allah kalau mengikut tafsir ceritanya ada seseorang yang kena bunuh dan dia orang nak cari siapa pembunuhnya. Jadi Allah suruh kaum ni sembelih lembu, anak lembu. Lepas tu bila Nabi Musa sampaikan perintah Allah tu untuk sembelih lembu tu, dia orang mula tak nak kan. Dia kata macam, kau bergurau ke Nabi Musa ni? Huzwa ni maksudnya, you must be joking lah. Tentulah kan, tak nak buat lah kan. Lepas tu dia, Nabi Musa kata, aku berlindung dengan Allah dari orang yang jahil. Lepas tu macam-macam lah songih dia. Dia suruh Nabi Musa tanya Allah kan. Cuba tanya Tuhan kamu. Lembu tu, yubayinulah apa, warna ya? Saidah tu dia tahu Arab sebab dia balik dia belajar Azhar. Ya, Oh. yubayyinul laha ni apa warna dia kan? Dia minta terangkan macam mana itu, jenis apa lembu tu, warna apa lembu tu. Warna apa, jenis apa, pikru ni, lepas tak buat-buat juga. Sampai bawah ni masih lagi suruh Nabi Musa tanya, warna apa. Lepas tu Sofrak ni kata warna kuning yang sedap mata memandang, kata kan. Jadi kita sambung Nisha cerita seterusnya. Ustazah, sudah bersiap ke? Boleh? قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، بسم الله بعد فهي كالحجارة أو أشد
قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقه فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما فتح الله بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون Sambung sikit tadi, cerita tadi akhirnya dia orang sembelih lah juga lembu tu. Lepas tu apa dia buat? Dia suruh pukul pada mayat tadi yang kena bunuh tadi kan. Dan lepas tu, Zakaza likayuhil, Allah hidupkan balik orang yang mati tu. Dan dah dia tunjuklah siapa yang bunuh dia lepas tu. Itulah cerita Al-Baqarah. Kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. فتح بالك سكت. لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده
أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ؟ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ada وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان بواسكي وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض القيم سوري سوري سؤال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة
فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. نينون. كتاب انتي سينية يا صدق الله العظيم. Okay. جadi insya Allah kita jumpa petang ni jam 2 suku ya. Alhamdulillah dapat kita 12 12 page muka surat pagi ni. So kalau kata nak suruh perlahankan sikit ke apa, bagi tahulah dalam grup ya. Kita tengok macam mana kita adjust along the way. Okay. So jumpa petang ni insya Allah. Terima kasih semua.